حب الشباب أحد أكثر المشاكل الجلدية انتشاراً، والإصابة بها أمر طبيعي في مرحلة الشباب نتيجة اضطرابات هرمونية، وتتعدد أسباب الاضطرابات الهرمونية سواء عند الرجال أو النساء، والتي تؤدي إلى ظهور حب الشباب، ومنها طريقة التغذية أو حتى نمط الحياة. فما أسباب اضطراب الهرمونات، وكيف يمكن السيطرة على الاضطراب الهرموني لتفادي حب الشباب؟ للمزيد تنضم إلينا من أبو ظبي الدكتورة أمان السعيد، اختصاصية جلدية. أهلا بك دكتورة معنا في صباح العربية. ويمكن هذه المشكلة تزعج الكثير من السيدات والرجال أيضا، ليست فقط السيدات. ولكن خلينا نسأل في البداية عن السيدات، ما هي الاضطرابات الهرمونية التي قد تتسبب في حدوث حب الشباب أو ظهورها أيضا؟ أهلا وسهلا. طبعا هو حب الشباب من الأساس هي يعني مرض هرموني. بالنسبة للسيدات بيبقى أهم حاجة أو أكتر حاجة بتبتدي مع البلوغ، بعد كده مراحل الدورة الشهرية، مرحلة الحمل، مرحلة انقطاع الطمث، بس دي بتبقى اللي هي التغيرات الطبيعية. لكن في التغيرات أو الاضطرابات الغير طبيعية زي مرض تكيس المبايض، ودي ده منتشر جدا، بنات كتير بيعانوا منه، وده بيخلي في اضطراب بالنسبة بين هرمونات الاستروجين والبروجسترون، وبيزود نسبة هرمون الذكورة، وده السبب الأساسي اللي بيخلي يبقى فيه حبوب وبتكون ما بتستجبش كمان لطرق العلاج التقليدية. طيب، هي شائعة أكثر في مرحلة الشباب، ولكن هل يعني أنه كمان مثلا السيدات في عمر أكبر قد يصابوا بهذا الاضطراب الهرموني طبعا مسبب لحب الشباب؟ أكيد، يعني في مرحلة انقطاع الطمث برضو في سيدات كتير بيعانوا من المشكلة دي. هي الفكرة إن بيبقى في يعني نسبة وتناسب بين الهرمونات اللي موجودة عندنا، فلما بيحصل اضطراب في النسبة دي بيأثر على الميتابوليزم أو بيأثر على الغدد الدهنية اللي موجودة، وبيزود الإفراز وبيزود الحبوب. هذه الاضطرابات دكتورة تظهر أعراض كما ذكرتي حب الشباب في بعض المناطق، يعني أين تظهر تحديدا في وجه المرأة في هذه المناطق، يمين ويسار أم فقط في أسفل الوجه؟ هي الصراحة الحبوب اللي بتبقى نتيجة الهرمونات بيبقى ليها مكان مميز جدا، هي منطقة أسفل الوجه وأحيانا كمان الرقبة، وبنشك فيها اكتر لما بيكون معاها زياده في نمو الشعر في اسفل الوجه، وبتكون حاجه مش موجوده من قبل كده، وممكن يكون كمان مصاحب معاها تساقط في الشعر. طيب دكتوره، هل لمنتجات الالبان، يعني استهلاك منتجات الالبان، علاقه بهذا الاضطراب الهرموني؟ هناك بعض الدراسات تؤيد هذه النظريه. الحقيقة في دراسات كتير أيدت النظرية دي، لأن الفكرة كلها إن في هرمونات بتكون في منتجات الألبان، وده بيعمل اضطراب هرموني عند السيدات وبيزود فعلا الحبوب. وحتى لما بنخلي المريضة توقف منتجات الألبان أو تقلل منها بنلاقي إن الحبوب بتتحسن جدا. عند السيدات فقط دكتورة؟ عند السيدات والرجال، لأن هي الاضطراب بيبقى ممكن بيحصل في الاتنين، في الرجال والسيدات، بس طبعا بيبقى اكتر في السيدات لان هم عندهم بيحصل لهم اضطرابات طبيعيه نتيجه الدوره الشهريه والحمل، فهم عرضه اكتر ان يتاثروا بشكل اسرع. طيب، بعض السيدات يوصف لهن الحبوب، حبوب منع الحمل بانواعها المختلفه، قد حتى تتوقف هذه الحبوب عن الظهور او علاج لتكيسات المبايض، هل تعد حلا امنا لهذه المشكله ام يمكن الاعتماد على علاجات اخرى؟ لا، هي حل كويس جدا وآمن جدا، بس لازم يعني تتاخد تحت إشراف الدكتورة النسائية، لأن هي بتنظم، هي بتمنع الحمل وفي نفس الوقت بتنظم الهرمونات، فلازم تتاخد برتم معين وبطريقة معينة، فبنفضل إن تكون الدكتورة النسائية بتتابع معاها علشان ما يحصلش اضطرابات بعد كده لو هي حبت تحمل او whatever. يعني في حالة حدوث، يعني اذا ارادت الحمل، هل يجب ان تتوقف عن هذه الحبوب والاعتماد على علاجات اخرى؟ ما هي العلاجات؟ في علاجات، العلاجات الكريمات، في علاجات زي اللي هي بعض الادوية المضرة للبول، في ادوية اللي هي زي الميتفورمين او المواد اللي هي بتقلل مقاومة الانسولين في الجسم، فهي دي بتحسن الحبوب وفي نفس الوقت هي ما لهاش علاقة قوي، ما
يعني ملهاش علاقة بفكرة منع الحمل أو كده. طيب، هذه العلاجات لحب الشباب، طب تغير توازن الهرمونات كيف نستطيع أن نعالجه؟ التوازن أهم حاجة طبعا، إحنا لازم يبقى في عندنا متابعة مع الطبيب، إن إحنا بنتابع بالتحاليل، بنحافظ على التوازن، إن إحنا بنبعد عن الأسباب اللي بتسبب الاضطراب، زي رتم الحياة أو رتم النوم الغير منتظم، زي الاسترس، التوتر العصبي. في بعض العلاجات بالذات بقى الرجال اللي بيعملوا البودي بيلدينج وكده، بياخدوا أدوية اسمها أنابوليك ستيرويد، دي بتبقى فيها مصدر لهرمون الذكورة، دي برضو بتعمل اضطرابات فلازم نوقفها. منتجات الصويا، لأن منتجات الصويا دي فيها المصدر نباتي لهرمون الاستروجين، فبرضو بتعمل اضطرابات عند السيدات. الأكل طبعا لازم يكون الأكل متوازن، يكون الأكل صحي، ده بيحافظ كتير على توازن الهرمونات. هل من أطعمة معينة دكتورة قد تزيد من تفاقم المشكلة عند بعض النساء والرجال أيضا؟ الحقيقة البروسيسد فود، الأكل، الوجبات الجاهزة دي بتزود الموضوع ده جدا، منتجات زي ما قلنا، منتجات الألبان، منتجات الصويا، الحاجات اللي هي اللي فيها زيوت مهدرجة كتير، كل دي للأسف بتأثر على الهرمونات. ماذا دكتور عن البروبيوتكس؟ هل تفضلي أنه يأخذ الشخص الذي يعاني من حب الشباب؟ دي حاجة مهمة جدا، لأن البروبيوتكس بتساعد إن هي بتمنع نمو البكتيريا، لأن جزء كبير من سبب حب الشباب إن في بكتيريا بتبقى موجودة طبيعي في الوجه، هي اللي بتسبب الالتهاب وبتسبب إن يحصل الاحمرار وإن الحبوب تكبر. فالبروبيوتيك بتمنع نمو البكتيريا دي، ودي بتبقى موجودة في مواد زي اليوجرت، زي الزبادي، برضو بتبقى موجودة في الموز، في الأفوكادو. دكتورة، يعني بنلاحظ في كل العيادات الخاصة بالجلدية هناك تقدم دائما في التقنيات والليزر، هل يساهم الليزر في حل مشكلة حب الشباب ولكن بنسب معينة؟ بالضبط، في أنواع ليزر معينة بتشتغل على الحبوب، إن هي بتقتل البكتيريا اللي موجودة جوه الحبوب، وكمان ان هي بتقلل نشاط الغدد الدهنيه اللي هي سبب اساسي في الحبوب. تقلل ولا تخفي. تقلل ولا تخفي. طيب دكتوره، ماذا عن العلاج الدوائي؟ متى نلجا للعلاج الدوائي؟ هل يعتمد على حسب الحاله اذا كانت الحاله شديده، ام حتى ينفع السيده التي تكون مصابه بحب الشباب بشكل خفيف؟ العلاج الدوائي يعني طبعا زي ما قلتي على حسب الدرجه، احنا بنبتدي بالعنايه اليوميه الطبيعيه، ان هي لازم تستخدم غسول معين ينظف البشره كويس، بس لو في حبوب وموجوده وواضحه لازم ساعتها بناخد علاجات زي الكريمات اللي هي فيها مشتقات فيتامين اي، او بعد كده بناخد اقراص، ممكن بناخد مضادات حيويه، ممكن بناخد أدوية زي أدوية منع الحمل، أو الأدوية زي أدوية السكر اللي هي بتقلل مقاومة الإنسولين. طيب دكتورة، نتجه إلى بعض الأسئلة والاستفسارات من المشاهدين، هي أسئلة عامة. أول استفسار هو: هل يوجد علاج ناجع لمرض الصدفية؟ دائما نسمع هذا السؤال دكتورة. الحقيقة حاليا في علاجات كتيرة اللي هي العلاجات البيولوجية، ودي إدت نتائج رائعة جدا وغيرت حياة ناس كتيرة، لأن هي فعلا بتخلي كليرنس، كومبليت كليرنس، بيبقى ما فيش خالص صدفية، بس هو لازم بيستمر عليها لفترة، هي بتتاخد مرة واحدة في الشهر وبيستمر عليها لفترة وبتدي نتائج كويسة جدا. نذهب إلى السؤال الثاني: ما مدى صحة فائدة جل الصبار للبشرة؟ هو الحقيقة هو مادة بتهدي لو في البشرة أي تهيج، أي احمرار، وفي نفس الوقت هي مادة طبيعية بنقدر نحطها حتى بعد ما بنشتغل بالإبر أو كده، فيها مضادة للبكتيريا، فهي من الحاجات اللطيفة اللي احنا بنستخدمها، بس يا ريت نستخدم منتج طبي.
ما نستخدمش حاجات تبقى متحضرة بشكل عفوي أو بشكل طبيعي. ايوه المنتجات الطبية دايما بتبقى آمنة لأن هي بتبقى معقمة وبتقلل من إن يحصل أي مشاكل أو سايد افكت. طيب، صباح الخير دكتورة. إذا ممكن أبغى حل للبشرة شديدة الجفاف، البشرة الجافة. اوكي طبعا لازم مبدئيا هي لازم تشرب ميه كتير، انا متوقعه ان هي ما بتشربش ميه كتير. لازم تستخدم انواع مرطبات معينه بتبقى فيها مواد بتحافظ على الميه في الجلد زي ماده اليوريا زي ماده الجليسرين، وتبعد عن العلاجات اللي هي التوف، يعني تعمل ان هي تعمل تقشيرات او ان هي تعمل تنظيفات بشره عنيفه. ودايما الترطيب هو اهم حاجه، تستخدم مرطب مناسب. نهارا وليلا. نعم، لدينا سؤال آخر دكتورة، كيف يمكنني علاج داء الثعلبة؟ الثعلبة هي مرض في الأساس هي مرض مناعي، بيبقى ليه علاقة لو هي عندها أي انفكشن أو حتى العامل النفسي، يعني بتحصل أحيانا كتيرة بعد فترة ستريس أو في مشاكل. فالعلاج إن احنا بنعمل حقن بمادة الكورتيزون في منطقة الثعلبة بس، ومع بتستخدم معاها سبراي في البيت، والحقيقة بتتحسن يعني بالكتير شهر شهرين بتتحسن، بس هي بتبقى متوقعة إن هي أحيانا عند بعض الناس بترجع تاني. طيب نعم، شكرا. نود أن نشكرك على وجودك معنا من أبو ظبي الدكتورة أمان شكرا السعيد، اختصاصية أمراض جلدية. شكرا.